السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لدفوع حصة النهاردة اللي هو 27/2، طيب إن شاء الله الحصة القادمة هتكون زي إجزاماء امتحان شامل على الوحدة الرابعة. إزاي؟ هنحفظ جميع الكلمات دي نراجعها تاني، أهو كلمات المذكر والمؤنث والأفعال وحروف الجر والأغذية والمشروبات والكلمات المصورة. كان عندنا إيه كمان حفظ؟ عندي كمان حفظ فيرب بغندق بمعنى يركب أو يأخذ أو يتناول، نحفظ تصريفاته كويس. وكمان عندي فيرب بواغ يشرب، نحفظ تصريفاته كويس. وبالإضافة إيه كمان الحفظ؟ الحفظ الأرقام اللي إحنا قلناها وعملنا لها ريكورد مخصوص، ده كده جزء الحفظ. وبالنسبة لجزء الحل بقى الاكسرسيز، هنحل زمان ايه دوت بادج كام؟ دوت بادج كان 57، بادج 57 صفحة 57، وهنكمل الامتحان كامل لحد بادج 59. هو الامتحان عبارة عن 3 صفحات، تمام؟ ده كده لجزء الاكسرسيز، ونشد حيلنا كده في مراجعة الوحدة الرابعة كاملة، عشان إن شاء الله هيكون فيها أسئلة عامة، كلمات وأفعال وأرقام ومصطلحات وجرامير. نذاكرها كويس، وأقول لكم يخسيبكوا. أوفر.